شهر رمضان متميز ما بين الشهور في أن الله يغير حياة الإنسان رغما على أنفه. مواعيد الطعام التي كانت ثلاث، أحسن، صباحا ظهرا نعم وعشاء، هذه المواعيد تتغير، نعم يصير قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس، أمور كثيرة تتغير في حياة الإنسان. الباقي أن نحن نقرر أن نتغير في هذا الشهر باتجاه الأفضل، لأن التغيير نوعان: تغيير باتجاه المستقبل والتقدم، وتغيير باتجاه الماضي. يعني إذا افترضنا أن اثنين دا يمشون مع بعض فهم دا يغيرون الأرض التي يمشون عليها، لكن ربما أحدهم يقرر أن يرجع لورا وهم دا يتحرك في قطار وهو يمشي إلى أمام، لكن القطار دا يمشي لورا، فلازم احنا نكون في قطار يمشي إلى أمام ونحن نساير حركة القطار ونمشي إلى أمام، يعني نقارن أنفسنا بأنفسنا. كنا صغارا وهذا مثل معروف، كانوا يقولون لنا أن فلان صارع مع نفسه وصار ثاني، زين من صار أول؟ هو نفسه ماضيا. يعني مرة أنا ذكرت هذا وجماعة ضحكوا وقلت لهم لا تضحكوا، هذا أنتوا، العام الماضي كان وضعك أحسن، هالسنة صار أسوأ من العام الماضي، إذن أنت تصارعت ويا نفسك وطلعت ثاني ما طلعت أول.